الشركة الليبية للحديد والصلب شركة عامة مملوكة للدولة الليبية، وتقوم بتشغيل مجمع الحديد والصلب بمدينة مصراتة، والذي يقوم بإنتاج غالبية منتجات الصلب التجاري من المنتجات الطولية والمنتجات المسطحة، والذي دخل مرحلة التشغيل التجاري في شهر سبتمبر سنة 89. الشركة أيضاً لها دور مهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير متطلبات الصلب للسوق المحلي، وكذلك قيامها بتصدير بعض المنتجات للسوق الخارجي. هناك كذلك المئات من الوحدات الاقتصادية والصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تقوم مدخلاتها على منتجات الشركة، وكذلك أيضاً تساهم الكثير من الشركات المحلية في دعم الشركة، مثل شركات المقاولات وشركات النقل الثقيل وشركات الخدمات العامة، بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية الهندسية والفنية. تسعى الشركة لإنتاج منتجات الحديد والصلب المتنوعة وبجودة عالية وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، وبأسعار منافسة في الأسواق السوق المحلي والسوق الإقليمي، وكذلك في السوق الدولي، وبما يكفل رضا أصحاب المصلحة، واستخدام النظم والتقنيات المتطورة المناسبة مع الالتزام بالمتطلبات التي تخص الجوانب البيئية والسلامة والصحة المهنية. أما قيم الشركة فترتكز القيم على عقيدتنا وعلى ديننا الإسلامي وعلى الموروث الإنساني لمجتمعنا، من أجل تحقيق رؤية ورسالة الشركة، وذلك من خلال الالتزام بالشفافية والنزاهة والانتماء والمسؤولية والتعاون والاحترام المتبادل، بالإضافة إلى الإبداع والجودة. تبدأ مراحل الإنتاج بالشركة الليبية للحديد والصلب من استقبال الخامات في ميناء الشركة التجاري. تستقبل الخامات في ميناء الشركة ويتم نقلها عبر منظومة السيور إلى ساحة تخزين المكورات. هذه المكورات عبارة عن خامات أكاسيد الحديد. بعد ذلك يتم نقلها بنفس منظومة السيور إلى أول مصانع الشركة، وهي مصانع الاختزال المباشر. في مصانع الاختزال المباشر يتم تحويل هذه الخامات من أكاسيد حديدية إلى مكورات الحديد عالية النقاوة، وذلك باستخدام الغاز الطبيعي المكثف، من خلال تعريض هذه المكورات لتيارات الغاز الطبيعي عند درجات حرارة من 800 إلى 850 درجة مئوية. بعد عمليات الاختزال المباشر نتحصل على نوعين من منتجات الحديد: مكورات الحديد والتي تكون جاهزة للدخول في مراحل إنتاج أخرى، و الحديد المقولب على الساخن والذي يستخدم إما داخل الشركة وإما يتم تصديره للخارج. مصانع الصلب تعتبر هي العمود الفقري في الشركة الليبية للحديد والصلب، حيث يتم استقبال مكورات خامات الحديد التي سبق اختزالها في مصانع الاختزال المباشر، وبإضافة الخردة التي يتم تجميعها محلياً. يتم صهر مكورات الحديد والخردة، وهذه تمثل الشحنة المعدنية، يتم صهرها في أفران القوس الكهربي. وبعد ذلك تتم عمليات الصب المستمر للحصول على منتجات تسمى هذه المنتجات شبه نهائية أو منتجات وسيطة، لأنها تستخدم كمواد خام إنتاج المنتجات النهائية في باقي مصانع الشركة. منتجات مصانع الصلب تصنف إلى نوعين: منتجات طولية تستخدم كمواد خام لإنتاج حديد التسليح والقطاعات،
ومنتجات مسطحة تستخدم لإنتاج حديد اللفات والصفائح. المنتجات الطولية في مصانع الصلب عبارة عن عروق وكتل بمقاسات تبدأ من 120 ملم في 120 ملم إلى 200 ملم في 200 ملم وبطول من 4 إلى 12 متر. العروق والكتل تستخدم كمواد خام لإنتاج حديد التسليح وحديد القطاعات، في حين تستخدم البلاطات كمواد خام لإنتاج اللفات والصفائح المدرفلة على الصخر. المرحلة الثالثة في الشركة تعتبر مراحل الدرفلة، والتي تمثلها مصانع الدرفلة بشقيها: مصانع الدرفلة الطولية ومصانع الدرفلة المسطحة. في مصانع الدرفلة الطولية تستقبل العروق والكتل التي سبق إنتاجها بمصنع الصلب واحد، ويتم إدخالها بداية إلى أفران إعادة التسخين التي تستخدم الوقود المتمثل في الغاز الطبيعي أو زيت الوقود الثقيل. بعد تسخين العروق والكتل إلى درجات حرارة في حدود 1200 درجة مئوية لتكون قابلة للتشكيل، بعد عملية التسخين تمر العروق بمجموعة من الدرافيل: مرحلة الدرفلة الأولية، ثم مرحلة الدرفلة الوسيطة، ثم الدرفلة النهائية للوصول إلى المقاس المطلوب. مقاسات حديد التسليح القضبان تبدأ من 10 ملم وتصل إلى 40 ملم حسب خطة الإنتاج الموضوعة. في حين مقاسات حديد التسليح الأسياخ تبدأ من 5.5 ملم إلى 10 ملم. في مصنع درفلة القطاعات يتم استخدام الكتل التي سبق إنتاجها بمصنع الصلب واحد، وتمر بمرحلة إعادة التسخين عبر أفران إعادة التسخين إلى درجة حرارة 1200 درجة مئوية، ثم تدخل في عدة مراحل من الدرفلة، من الأولية إلى الدرفلة الوسيطة إلى الدرفلة النهائية، حتى الوصول إلى المنتوج النهائي، والذي يكون على شكل قطاعات مختلفة الأشكال والأحجام. يتم إنتاج القطاعات بشكل المبسطات وبشكل قنوات المجرى حرف C والكمر على شكل حرف I. في مصنع الدرفلة على الساخن تبدأ مراحل الإنتاج بتسخين البلاطات التي سبق وأن تم إنتاجها بمصنع الصلب 2 داخل أفران إعادة التسخين إلى درجة حرارة 1250 درجة مئوية. بعد خروج البلاطة من الفرن يتم إزالة الأكاسيد، ثم تنتقل البلاطة إلى مرحلة الدرفلة الخشنة، ومنها إلى مرحلة الدرفلة النهائية، وأخيراً إلى عملية اللف. ينتج مصنع الدرفلة على الساخن لفات بسمك من 2 ملم إلى 12.7 ملم. منتجات مصنع الدرفلة على الساخن جزء منها يعتبر منتوج نهائي موجه للسوق المحلي، وجزء آخر يتم تصديره، وفي حين يستخدم جزء آخر كمادة خام لباقي مصانع الدرفلة على البارد. مصنع الدرفلة على البارد يتكون من مجموعة من الخطوط: خط الدرفلة على البارد، وخط التصليب، وخط الجلفنة، وخط الطلاء. كل هذه الخطوط تستخدم اللفات التي سبق وأن تم إنتاجها بمصنع الدرفلة على الصخر، بعد أن تم تمريرها على
خط المعالجة الكيميائية والذي يتم فيه إزالة القشور التي تكونت على سطح اللفات بسبب درجات الحرارة العالية. تباع بعض منتجات خط المعالجة الكيميائية مباشرة أو تنقل إلى قائم الدرفلة على البارد ومنه إلى قائم التصليد، في حين تستقبل خطوط الجلفنة والطلاء اللفات من خط المعالجة الكيميائية مباشرة أو من خطوط الدرفلة على البارد. الشركة بها حوالي 6700 عامل، هؤلاء العمال ينحدرون من أكثر من 60 مدينة و 60 منطقة في ليبيا. شركة فسيفساء مشكلة لكافة أطياف ومناطق المجتمع الليبي. المسؤولية الاجتماعية هي توجه قيمي أخلاقي إنساني بحت. هذا التوجه مرده الإدارة القيمية التي تنتهجها الشركة الليبية الحديد والصلب في إدارة كافة عملياتها الإنتاجية والصناعية وكذلك التسويقية والتجارية. العديد من التسهيلات تقوم بها الشركة، منها توفير المعدات والوقاية الصناعية وأخضاع كافة العاملين بها إلى الكشوفات الصحية الدورية وكذلك التأمين الصحي لهم ولعائلاتهم، على علاوة على بعض المكافآت الأخرى المتعلقة بالوفاة وأثناء الولادة وأثناء التقاعد والإصابة بالعمل وغيرها من الأعمال الأخرى. فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المحيط الجغرافي وهي البيئة المحيطة بالشركة، الشركة حريصة كل الحرص أن تكون هذه الانبعاثات وفق المعايير وأن تكون قراءاتها مضبوطة وفق المعايير العالمية والمسموح بها بيئيا. من مظاهر المسؤولية الاجتماعية للشركة الليبية للحديد والصلب تجاه محيطها الجغرافي والديموغرافي قيامها في كثير من الأحيان صيانة بعض المساكن للأسر الفقيرة والمعوزة، وكذلك تعمل الشركة وبكل جهد على إظهار السمات المدنية على المجتمع الليبي برعاية الكثير من الندوات والأبحاث العلمية، ومنها المبادرة اللي أطلقها السيد رئيس مجلس الإدارة في ديسمبر 2015 في مؤتمر البيئة بمدينة زليتن، وهي أن الشركة ستتكفل برعاية وتحمل كافة التكاليف الناجمة عن الأبحاث البيئية وخاصة فيما يتعلق بمجال الانبعاثات. باعتبار أن الشركة الليبية للحديد والصلب ومن خلال عملياتها الإنتاجية والصناعية تحقق أرباحاً وعلى المستوى البيئي تحقق بعض الأضرار والتلوث البيئي، الأمر الذي لابد منه في أي صناعة، وبالتالي من منطلق المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية أن نقوم بإحداث تنمية مكانية للمواقع القريبة من الشركة وبالأخص في المحيط الجغرافي بها وكذلك المحيط الديموغرافي لها. في الشركة الليبية للحديد والصلب لا أذكر أن هناك مؤسسة مجتمع مدني جاءت إلى الشركة وطلبت يد العون إلا وقامت الشركة بمساعدتها، باعتبار أن الشركة دائما تساعد على التأطير وعلى تكوين مؤسسات المجتمع المدني اللي كنا إحنا نفتقر لها في فترة ماضية. تولي الشركة الليبية للحديد والصلب المسؤولية الاجتماعية نراه من باب الاستثمار في العنصر البشري وهو الأهم، وكذلك رفعا لمعدلات الوعي والإدراك عند الناس جميعا وعند المجتمع جميعا لخلق بيئة اجتماعية متجانسة مع بعضها. تتمثل رؤية الشركة أن تكون مرجعا ودليلا لصناعة الحديد والصلب، وذلك من خلال توطين تقنيات هذه الصناعة في الدولة الليبية وتسخير كافة إمكانياتها لتطويرها والمساهمة في تغطية احتياجات وتنمية المجتمع ونموه الاقتصادي. كذلك لدينا خطة تطوير كبيرة تم اعتمادها من الجمعية العمومية، تتمثل هذه الخطة في زيادة كميات الإنتاج وتنويع بعض المنتجات بالإضافة إلى تحسين الجودة، وكذلك تسعى الشركة إلى زيادة حصتها في الأسواق الإقليمية والأسواق الدولية.
الشركة الليبية للحديد والصلب للبنيان أساس.